فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن نهر الفرات ونهر دجلة من أنهار الجنة؟ نعم، نهر الفرات، نهر دجلة والفرات ورد أنه من أنهار الجنة، ونهر النيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم؟ في هذا النهر سيحون وجيحون، ورد هذا. نعم.